السلام عليكم. مين اللي قال لي السؤال؟ أنا. كيف عرفت الطالب بدون ما تشوفه؟ بالعقل الاسم. بالعقل، ممتاز. وهذا هو عنوان درسنا اليوم، كيف نتعرف على وجود خالق دون أن نراه. طبعا الأدلة أكثر من أن تحصى، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الدليل الأول، انظر فوقك، تحتك، عن يمينك، عن يسارك، تجد تناسق وترتيب عجيب غريب، كأن للكون دي ان اي من مليارات من تريليونات الحروف. لو اختل حرف واحد جزء بسيط لم يكن هنالك كون. ثوابت كونية أكثر من 20 ثابت للكون. الدليل الثاني، من علم النملة أن تقسم الحبة حتى لا تنمو وتهدم بيتها؟ وكيف؟ من علم الدجاجة أن تقلب البيض حتى توصل الغذاء للجنين؟ وكيف؟ من علم العود اليابس أن يخرج ثمر في كل عام ولا يخطئ؟ وكيف؟ من علم المشيمة الجلد أن الجنين بحاجة إلى غذاء كذا وكذا؟ وكيف؟ من علم الحيمن أن يصل إلى طريق لم يرها ولم يسمع عنها، طريق بعيدة، ويصل إلى الغاية والهدف؟ وكيف؟ الدليل الثالث، وجودك. بما أنك موجود فلا بد من خالق. لنفترض مثلا أن سين زائد 4 تساوي، من منكم يعرف قيمة سين؟ لماذا؟ أنا مجهول. أيوة، لو قلنا سين زائد 4 تساوي 7، من منكم يعرف قيمة سين؟ الأغلب عرف قيمة سين، لماذا؟ مع أنها مجهول كانت، لأنه في ناتج. إذا من خلال الناتج نتعرف على المجهول، وكذلك نفس الشيء، نحن النتيجة والناتج. هذا الكون، هذه الحياة، هذا التناسق، هذا الإبداع. إذن بما أنه موجودين في نتيجة لا بد من خالق عظيم. الدليل الرابع، تفضل. سؤال، تفضل. مين خلق الله؟ اتق الله يا رجل، حرام عليك. ابن حلال بدي دليل، انا اعطيني دليل، اقنعني. الدليل عقلك مو مبين، يعني عقلك مو موجود. يا زلمه حاليا في اجهزه بتصور العقل، طب اعطيني دليل اقنعني فيه. استاذ سيبك منه، كل حصه بطريقة يا زلمه. شو بتفلسف، شو بتحكي انت؟ اعطيني دليل. لما انت شو بتحكي هاك كبر يا استاذ، اسمع. يا زلمه شو قصرك؟ اذا سمعت، ركزوا معي. خلينا نغير المشهد شوي، ركزوا معي. تخيلوا لو إن في صف مش مسلمين، المدرسة، المدرسين، أبائنا، أمهاتنا، كتبنا، حياتنا كلها بيئة مش مسلمة، مين في الصف اللي راح يسلم؟ عبد الله. ليش؟ لأنه هو اللي سأل، هو اللي شغل مخه، هو اللي فكر، بده يآمن إيمان مظبوط. وهذا اللي بدنا اياه، ايمان حقيقي، ايمان ثابت. لا نريد ايمان وراثي لانه ابوك وامك مسلم صرت مسلم، لا نريد ان نؤمن حقيقه. اما جواب سؤالك يا صديقي فكالتالي، اولا لماذا هذا السؤال يخالط ويخامر كل انسان؟ كل انسان سال نفسه هذا السؤال، لماذا؟ وكانه هذا السؤال مزروع فينا حتى نبحث ونتعرف على الخالق. ثانيا، هذا السؤال غير منطقي، السؤال صياغته غير منطقية، لأنه لكل طرقة طارق، فهل لكل طارق طارق؟ اختلف الطرقة غير الطارق. إذا لكل مخلوق خالق، الخالق منوش خالق، وليس لكل خالق خالق. لكن سنجيب على السؤال الخطأ حتى نريح عقولنا. لنفترض مثلا أن من خلق الخلق؟ الخالق. فمن خلق هذا الخالق؟ خالق. لنفترض أنه خالق، فمن خلق هذا الخالق؟ خالق. فمن خلق هذا الخالق؟ خالق. إذن إلى أين سنصل؟
إلى ما لا نهاية، إلى أين؟ إلى خالق. لا يوجد إلى ما لا نهاية. لو كان إلى ما لا نهاية معناته فيش بداية، لم نكن موجودين أصلا. لا بد من بداية. إذن البداية هذه إما أن تكون هي الله عز وجل، أو أن تكون المادة. المادة. لكن أتعتقد أن المادة الصماء تخلق سمع وبصر؟ لنفترض أنها تخلق، لنفترض أن هذه المادة الصماء تخلق سمعا وبصرا، لكن هل تعتقد أن هذه المادة الصماء تخلق وعيا وفكرا؟ لنفترض أنها تخلق وعيا وفكرا، لكن هل تعتقد أن هذه المادة الصماء تخلق جمال؟ ما حاجة الجمال؟ مستحيل. الكون مليء بالجمال، في كل شيء تجد جمال. إذن العقل كالسمع وكالبصر وكالشم له حد لا يستطيع أن يتجاوز، ومشكلة هذا العقل أنه يريد أن يفهم كل شيء حتى الخالق، مع أنه لا يستطيع أن يدرك نفسه. العقل لا يدرك بعد معنى العقل، كيف يعقل؟ العقل لا يستطيع العقل أن يعقل. الحلم، النوم، الموت، الجمال، الزمن، هنالك بعض المسائل الرياضيات العقل لا يدركها، الأزل والخلود، البحار، الفلك، النفس، كل هذا لا يدرك الإنسان، لا يدركه، لا يدرك إلا ظواهر منه. كل العلوم على أسرارها وقفت خرساء تعجز عن شرح وتبيينه. فكيف تريد أن تدرك الخالق؟ أنت لم تدرك بعد نفسك، فاعرف نفسك واعرف من أنت. إذن افتح كتابك صفحة 20، افتح كتابك صفحة 20، ولكن افتح عقلك على مصراعيه.